العالم تعودت عليه تشوفني بأحلى صورة إنه. شو؟ شو؟ جاوبيني شو؟ الله يرحمها أمي. أكيد الله يرحمها. الله يرحم أمك و يكون مسواها الجنة. راح كل شيء بحياتي. راحت السند، راحت اللي يمكن اللي كنت هيك لما يكون صاير معي شيء اتصل فيها إلا دعيلي. بس بعده الله بوفقني بحسنتها. والله العظيم بعدك اليوم الله موفق بحسنتها. أكيد. شو أبشع شيء ناقصك اليوم لو بتقول يا ريتها حدك؟ هيك شو؟ من قلبك من شو؟ مش قاعد مثل ما كانت تلعب لي بشعراتي. شو كانت؟ كانت هيك تحطني على إجريها وتلعب لي بشعراتي. كانت تركت لي وردة بالبنك وبهاللبناني. ف لما راحوا ضحكت. قلت عاد حاولت اتاثر انه يمكن هلا ما بيشتروا شحاته. بس بس طلعت قلت راح الغالي لا اسف على الرخيص. انت ما كان عندك سند الا امك. هي تدافع عنك. لا هي كل شيء. بترك الحلاق مش عم بفهم. ما بطيق حدا يشوفني عم ببكي. لا في ناس بتستمد قوتها مني. هددتني هلا؟ لا شلت اترك الحلقه. انه ايه الله معك بس انه ما عم بحكيك شيء بيأذيك. ما بقول لك انه ليه مصر تبكيني. مش عم اذا انت موجوع مش يعني انا مصر بكي. لا انا دائما العالم بتشوفني باقوى شخصيه. في ناس بتتعجد تستمد قوه وشخصيه مني. اوكي ليه بدهم يشوفوني شخصيه بس لانه عم ببكي؟ طلع عمريك. الله لا يجربهم. امين يا ولا رب. يخسرهم امهم. والله يرحم الله يرحم امك ويكون مسواها جنة. ليك طلع. انا ما بقول لك هلا في ناس تسالني انه انت هالقد كثير تاثر مثلا انه ما بتجيب سيره بيك. بالعكس يمكن لانه بابا توفى ما كانت هالقد. طلع بكاميرتك يلا تفضل واحكي مع امك. ما حقول الا كلمه واحده. ما تتركيني. ما تركتك بس. شو عملت بطرابلس؟ ليه طلعت على طرابلس دغري؟ طلعت ما طلعت دغري على طرابلس بالعكس. رحت على قبر امك؟ ايه قريت لها الفاتحه وطلعت على طرابلس وعالم سألوا ليش طلعت؟ طلعت على بعبدات رجعت طلعت. طلعت على طرابلس لانه طلعت عند ناس مثل اهلي. مش حبيب قلبك الجديد؟ نعم. يقال انه انت مغروم بحدا بطرابلس صح؟ ايه او لا بدي ما بدي انا مغروم بكل طرابلس مش بس بواحد ولا بوحده. في غرام بكل طرابلس؟ لا بالعكس لا. طلعت كنت عند عائله بعتبرهم اهلي. حلو كثير. يعني مش مزبوط اللي انقال انه كذا. جاوبني على اخر سؤال. انا باخلاقهم لحقوا يحببوني. هدول الاوراق حدك. ميرسي. واحد منهم بدك تخزقه نهائيا. شو هو؟ بس بسرعة لو سمحت. سؤال واحد بتقول انه انا هذا السؤال شو هو بس ما بدك تقول. لانه انا نعمت السوشيال ميديا. وفرحة السوشيال ميديا. وبكل تواضع. فيفو هن مين؟ قبل ما ننتقل للصندوق الاسود بعد في كتير قصص عن فيفو. الله يستر العمر بأولها هيك. وصل للفقرة الثانية بحلقتنا لليوم مع فيفو وهي هن مين. من بعد ما عرفنا أول بارت هو مين. أول صورة من عندك بدي عزبك تفتحها. أنت حدا؟ لا هو مين بطريقة نقدية يمكن تكون ما بعرف. ولو شو؟ ولو شو فيه؟ نيكست. شو نيكست؟ نيكست وبكل تواضع. هذا شيء كتير كتير. شو؟ نيكست. يلا جاوبني كثير. شو؟ خلي مستوى الحلقة راقي بليز لو سمحت. هي هو شو؟ ولا شيء. ها؟ مع احترامي. ايه؟ مع احترامي. ايه؟ لفنه ولفنزو. اوكي لفنزيته. بس انا ابدا ما بيعني بهدلك. شو؟ بهدلك. بهدلني؟ ايه لا
أساء بطريقة بس قدروا مين يسكته؟ مين سكته؟ سكته اللي كان هيدا الشخص كان في جروب عاملين شيء للسوشيال ميديا ولا فنانين وما فنانين بيروحوا على أمريكا. أوكي؟ شو قال عنك؟ رح أقول لك. فبس أنا أصلاً ما ردت، يعني ما عطيت هالقد كتير لأنه في مين أخذ لي حقي وزيادة. يعني مزبوط قالوا لي إنه هيدا الشخص بيستفزك اليوم. ما بيستفزني. لأنه هو قال الاحترام معه. لأنه قال الاحترام وبدون ما يعرفني. هيدا بينطبق عليه لأنه السيتويشن اللي هو حكي فيها إيه؟ كان ابدا، يعني انا كنت بهيدا الجروب كان في كتير فنانين، كان في من جميع البدن شي لبنانيه شي اردنيه وكذا من اللي كانوا يطلعوا يعملوا تور بامريكا. اوكي اوكي، فوقتها ضافوني على هيدا الجروب، كان في حوالي يمكن بدك تقول شو 30-35 يعني شي صحفي شي كذا. أوكي. وهيك. أوكي. فانا عادي انه يعني امرار الموضوع اللي ما بيكون بيعني لي ما باخذه بعطي فيه. بس بسمع انه على الجروب كنت هيدا لما كنت بنيويورك. واز بي ما بعرف بيعملوا له اد على الجروب. اوكي دغري اول ما طب انا فت قلت صباح الخير او كذا، شو بقول لهم؟ يا ريت نخلي هيدا الجروب مستوى راقي. وانت شو قامت اطلعت؟ انا رديت انا في كتير عالم موجوده مش حانزل لهيدا المستوى السوقي. قمت رديت قلت له يا مستر توت. نعم. ايه الاناء ينضح بما فيه. كل اناء ينضح بما فيه. ما قال بهي الطريقه. ما قال بهي الطريقه. بس انه بطريقه كتير هيدا ويعني خلي طبق مسطور. خلي طبق مسطور. خلي طبق مسطور. ما انا اللي شو الهاشتاج حبيبي ما انه هيدا الموضوع. انا حقول لك انا اللذي اذا بعرف كتير قصص ما من النوع اللي انا رد. انا كان فيه كلمتين أو زدت بكلمة واحدة قل له يا ماما أنت وصال لنظافة ضفري إيه؟ بعدين تعا أحكي شو المثل لأنه حبيبي أنا الحمد لله كفي نظيف هو يلي تاريخها كله فضايح ما تجي لعندي وتعطيني نصايح ونكس هاشتاج ينبع مثله مثل غيره يلا حطي لنا صورة صارت هون أوكي صورة تانية هاي فماجيك هيفا ماجيك مبروك الصلحة أنت وهيفا ماجيك صلحته؟ ليك هو صار في مشكلة عبر السوشيال ميديا صار في صد ورد وصد ورد أخذت كلها على بعضها المهم هي شو 5-6 أيام أوكي أوكي صارت المشاكل ناس زتت كلام من هون ناس زتت من هون كلام وصار الرد عبر السوشيال ميديا أوكي. قطعت الأيام هي الله يوفقها شق الطريقة وعملت براند باسمها وألف شغلة أوكي. وأنا يعني ابدا مع انه عادي ضليت انا مثلا تابعه اوكي بس انه ما عندي هيدا الحقد صار من فتره يمكن شو سنه ونص او شيء يمكن سنه في شخص مؤثر على السوشيال ميديا ما بعرف هيدا الصبي الله يرحمه ويصبر اهله اسمه عبود العمري نعم اوكي صبي كان بعده منزل ستوري راح فاكيشن اوكي ف هو والستوري يعني انه ماشي ما صار له يمكن ساعه او كذا عمل حادث سير ومات أنا هيدا الإنسان مع أنه ما بعرفه شخصي بأمانة الله نعم. حتى تقلك أنه كنت متابعه كمان مع أنه كنت متابعه بس لما هيك وصرت فوت أعمل سيرش عنه هون وهون 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 حرق لي قلبي طلعت قدي أنه صبي مثل كأنه عم بيودعن والفرحة على وجهه قلت قدي الدنيا ما بتستاهل ليه أنا بدي بس أنا أنه أخذ بقى موقف منك وموقف أوكي. منه مين صالح وازعل مين؟ منك إيه؟ مين صالح مين؟ أنا انت دقيت لها هيفا لا ما دقيت بعثت لها فيديو من عند حدا اوكي حتى انا قبل ما هيدا الموضوع لما صارت هيدا القصة مع الصبي وتوفى فانا طلعت قلت يا جماعة اي حدا انا اذي او مضايقه بكلمة سامحوني وانا اي حدا اذاني او بكلمة او بموقف او بشي كمان مسامحكم دنيا واخرة لانه الحياة ما فيها شيء بعد ما شفت شاب مثل قلب النهار عمره 22 سنة يمكن انه راح هيك الدنيا عشو ليه انا بدي احقد عليك او انت تحقد علي على شو تلبس سكربينة لا ما سكربينة ما بتلبس سكربينة لا لبست سكربينة بامتالي بلا بامتالك اكيد اوكي يا ريت بس الكاميرا تاخذ علي لي صباطك شوي شوزي عم تعملها دعايه لقلبي لا ما عم بعمل دعايه بس عم شوف انه من فوق لابس عبايه نسائيه ومن تحت رجالي انه لا عادي كثير انا هيدا الشوز مهضوم رجالي هيك كتكوت بزغر لي اجري شو عينك ضيقه صدقني لو عم بعمل دعايه اصلا هني ما بحاجه للدعايه
شو رأيك بسامر خزامي؟ سامر لبس كان سامر حبيبي أكيد موجهله تحية، بس شو رأيك بسامر خزامي باللي عم يعمل؟ سامر خزامي رجعني لأيام لما أنا لما لبست الكعب وصورت أمثالي بنيويورك. رجعني لهيدي الحقبة كيف كانوا. فأنا بقول له يا سامر love you love you تلاتي love you. شلت الحمل عني. خلص شيل الحمل عني. من فوق لابسة نسائي من تحت رجالي. هيدا مش نسائي. شو هيدا؟ عباية رجالي نسائية. هيدا كيف فيك تلبسه انت. بس يمكن مش ستيلك. صح. ايه؟ لما بتكون شخصية مشعوطة غريبة بتلبس اي شيء. بتقدر تلبس ثياب نسائية رجالية؟ يا حبيبي ليش؟ وانا يعني ما بفهم لما بتلبس فساتين؟ لا فساتين لا ما بحب.